السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله يا جماعة الفرخة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله طلعت اهيت. بسم الله ما شاء الله طلعت، لقيت المنظر الجميل دوت، قلت مش هفوتها عليكم، لازم كلكم تشوفوه اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. هي كانت بسم الله ما شاء الله كانت مبشرة كده من امبارح في الطلوع، فانا قلت بقى اسيبها براحتها خالص لغايه ما ما تخلص براحتها كده. فبسم الله ما شاء الله يا جماعه، زي ما انتم شايفين المنظر الحلو دوت، طلعت كده يعني بعد ما خلصت خالص بقى، لقيت بسم الله ما شاء الله يعني منظر يفرح اهوت. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. طالعين شكلها يعني شكلها وشكل شكل الفراخ بالظبط. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اهوت طبعا لسه في بيض يا جماعه تحتيها اهوت، ما طلعتهوش يعني، هي ما طلعتش البيض كله. هنسمي الله كده بقى، بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونشوف جابتنا قد ايه. يعني زي ما انتم شايفين يا جماعه بسم الله ما شاء الله حجم الفرخه قد ايه، لان كانت في ناس بتقول لا البيض ده كتير تحتيه. هو اي نعم كان كتير، انا معاكم. هي طبعا شكلها كده ما طلعتوش، في حاجه ميته تحت ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده هو اللي نايم، بان الجو حر. ما هي ما طلعتوش شكلها كله كده، هي بقت تفقش منه بيض، مش يعني مش هقول لكم لا ده طلعته كله ولا الكلام ده كلته، هي بقت تفقش منه بيض. يعني لان كانت في ناس كتير قالت له لا ده البيض ده كتير، حرام عليكم، مش عارفه ايه. يا جماعه انا قلت لكم طالما الفرخه حجمها كبير بسم الله ما شاء الله ومكفيه البيض، بتدفيها تطلعه. بس هي يعني رب والحق، يعني هي فقشت منه، في بيض كتير اتفقش منه، هي بقت تفقش منه يعني، فقشت منه يجي 5 6 كده. والباقي يعني بتهيألي في بيض برضو ما طلعش. فاحنا ان شاء الله يا جماعه برضو هنرقدها تاني وهوريها لكم تاني، وانا برضو منيمها على البيض تاني، لان زي ما قلت لكم قبل كده انا برقدها مره واتنين وتلاته، بس في ناس مش مصدقه يا جماعه. بس جربوها، طول ما الفرخه نايمه اديلها بيض، اديلها بيض وحطي لها الاكل والشرب قدامها، وحطي لها املاح وفيتامينات في قلب الميه. طول ما انت بتحطي لها املاح وفيتامينات في الميه ما تقلقيش من يمتها، هيقول لك ده من صحه الفرخه ومش عارف ايه، حطي لها املاح وفيتامينات في قلب الميه ومالكيش دعوه. انا يا جماعه زي ما قلت لكم قبل كده، انا كنت والله العظيم انا برقد الفرخه 3 مرات، ما شاء الله اللي البطن بتطلع. انا يمكن كنت قلت لكم ان كان عندي ويمكن 90 فرخ من ورا ترقيت فرخه واحده، مش هتصدقوا. بقيت ارقد البطن تطلع، ارجع ارقد تاني بطن تطلع، وارجع ارقد تاني. طول ما هي نايمه وعايزه تنام بحط لها بيض. في ناس كتير مش هتصدق، فيعني وفي ناس كتير ممكن برضو بتعمل كده، ديت اللي يعني ايه، هي اللي هتبقى عارفه الكلام ده ومصدقه. فان شاء الله هنسمي الله وهنجيب من تحتها الفراخ بتاعتنا اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو هرقدها تاني يا جماعه، وانتوا هتشوفوا كل ده على الطبعه قدامكم اهو. طبعا انتوا كنتوا شايفينها في مكان تاني، انا كنت حاطاها في مكان تاني، كانت فوق البوكسه. بس انا لقيت الفراخ بتطلع تبيض عليها يا جماعه، فانا عزلتها في المكان ده الوحيده كده، دي بلكونه هي عزلتها لما لقيت البيض كل مدى بيكتر تحتها. عزلتها هنا الوحيده وقفلت عليها وحطيت لها الاكل والشرب علشان الفراخ ما تطلعش تبيض عليها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كانت مطلعه شيء امبارح وكملت النهارده لغايه ما خلصت اللي تحتها ده، شكله بقى مش هيطلع طالما هي ما طلعتوش. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. واخدهم تحت منها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه انا بنضف لها بنضف تحتها اول باول علشان ما تفعص الفراخ تحت منها. يعني انا بنضف لها القشر كله اول باول تحت منها،
علشان ما تهرس الدنيا، لان قبل كده كنت كان البط عندي كنت سهيت عنه فطلع القشر كان تحته كتير، لقيت فيه بيض ميت تحت، بط ميت تحت منه في قلب القشر. فيعني لو لقيت انت الفراخ عندك ما شاء الله مطلعت على طول تنضفي لها اول باول كده، على اساس الفراخ تبقى عرقانه تحت امهم كده واخده ريحتهم في العرق. فانا سبتهم يا جماعه لغايه ما خدوا ريحتهم خالص في العرق. بسم الله ما شاء الله. كانت كتب ابو رقبان ده يا جماعه دوت، شفتوا انتوا الفرخه ام رقبان اللي انا كنت موريها لكم دوت طالع زيها بالظبط اهو. طبعا انا فراخ كلتها زي ما انتوا عارفين يا جماعه فيومي، ما بجيبش اني اي نوع فرخ تاني، لان هو ده الفراخ اللي انا بحبه، ودي بترقد عندي زي ما قلت لكم ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. هو ده تحتها خمسة يا جماعة، خمسة يعني هي قفزها بقى، قامت وسابتهم ماشي، طلعتهم ماشي، يعني انا هسيبها يومين كده، طلعتهم ماشي، ما طلعتهمش هقوم شايلهم من تحتها خالص، واقوم انا محوشة تاني بيض تاني على اساس ان هو انا نايمها بطن تاني، هسيبها النهاردة وبكرة. لو ما طلعتهمش هقوم شايلة ده كلاته، وهم شوفوا في سبحان الله الفرخة عايزة ترجع لعيلها تاني، سبحان الله شوفوا شكل الفرخة عايزة الفراخ تاني. طبعا في ناس يا جماعة يعني بتحب الفراخ تبقى كده يعني مع امهم، بتبقى تحب امهم تربيهم، بس انا بقطفهم يا جماعة على اساس ان انا زي ما قلت لكم بحب انيمها مرة واثنين وثلاثة. اللي عندها فرخة نايمة وهتجرب الموضوع دوت هتعرف ان انا فعلا صدق في كلامي. في ناس هتستغرب هتقول في فرخة بتنام مرة واثنين وثلاثة والكلام ده كلته، فعلا والله يا جماعة في، انا على طول كده بعمل مع الفراخ بتاعتي كده، برققها مرة وبتنام وثلاثة وبتنام وبتبقى عايزة تنام تاني، بعد ما بترقدها ثلاث مرات بتبقى عايزة تنام تاني، بس انا بقومها على اساس ان هي تشم نفسها بقى اما خلاص كده. طبعا زي ما قلت لكم يا جماعه يعني اعملي الفراخ حطي لها املاح وفيتامينات. في ناس تقول لي لا ده الفرخه هتضعف والكلام ده كله، بس انت ما لكيش دعوه، حطي الفرخه بتاعتك املاح وفيتامينات زي ما انا قلت لك، وسيبيها احبسيها في مكان لكل واحده وسيبيها. اطمني مني يمتها مش هسيبها اي حاجه، لان انا سمعت الكلام ده كتير يا جماعه، في ناس تقول حرام عليكي انت البيض ده كله تحت الفرخه، الف البيض ده كله تحت الفرخه. فيا يا جماعه الفرخه بسم الله ما شاء الله حجمها كبير وما شاء الله طلعت الفراخ قدامكم، بس هنشوف بس طلعت لنا قد ايه علشان بس نبقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اثنين اربعه سته ثمانيه كده 10 12 14 16 طلعت لنا 17 فرخة يا جماعة، 17 فرخ من 25 بيضة. بسم الله ما شاء الله يا جماعة اهوت، يعني هي طلعت لنا 17 فرخ، وهو زي ما قلت لكم كانت الفراخ بتنام عليها، يعني يعتبر كانت مقربة لحوالي 30 بيضة، فقشت زي ما قلت لكم كده يجي 5 او 6 تحتها يجي 5 اهوت ما شاء الله. يعني بقى خلوا بالكم من الحته دي يا جماعه، عند ما الفرخه تيجي ترقد معاكم لازم تبعدها عن الفراخ اللي بتبيض، لازم تبعدها عن الفراخ اللي بتبيض، لان هي الفراخ هتبيض عليها من غير انت ما تدري، زي ما حصلت معايا كده، يعني هي الفراخ فضلت تبيض عليها تبيض عليها لغايه ما وصلتهم يجي 30 بيضه. زي ما قلت لكم يعني الحمد لله اصطفوا كلاته يا جماعه 17 فرخ من الكلام ده كلاته، حلوين برضو رضاهم مش وحشين. ان شاء الله هننزل بقى نحط لهم محلول او ماء سكر، وان شاء الله هعمل لكم برضو حلقه ازاي بتستقبل الكتاكيت، على اساس برضو الناس لو حابه تعرف. خلاص انا حطيت لها بس فرخين اهوت عشان تسكت، لانها الان عايزه عيالها تاني. خلاص هناخدهم بقى وننزل يا جماعه. ده بس كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، لو عجبكم باذن الله اعملوا لايك للفيديو، انا بس حبيت افرحكم معايا بالمنظر الجميل دوت.
شكل بصراحة والله يعني شكل مفرح جدا. انا فرحت جدا ساعة ما لقيت المنظر الجميل ده قدامي، حسيت ان فيه يعني انتاج كده يعني. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لايك للفيديو، واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.